بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بمس عليكم وعلى كل حبايب البرنامج، وبقول لكم اسف للتأخير. بصراحة كل حبايبي اتصلوا بيا قالوا لي اتأخري شوية عشان خاطر النور بيقطع. ويشهد عليا كمان صديقتي البرنامج الحاجة ام حسام، وبقول لك يا حبيبتي تأخرت عليك اهو عشان خاطر يا رب يكون النور جه عندكم كلكم عشان تتفرجوا على الحلقة، لأنها حلقة النهاردة طويلة وسمينة، يا رب يكونوا تستفادوا منها يا رب. عايزة امسي طبعا قبل ما ابدا كلامي، بمسي على كل الكرو اللي موجود وحبايبي اللي ورا الكاميرا طبعا عشان ما انساش حد، على راسهم استاذ جمال واستاذ عمر ومخرجنا الجميل استاذ محمود وحبايبي كلهم ومهند وكل حبايبي في القناة. قبل ما ابدا البرنامج يا جماعة، بمسي على كل اصدقاء البرنامج وعلى راسنا اولهم الحاجة أم حسام، بقول لها مساء الخير عليكي، وعارفة إن أنت زعلانة عشان إخواتنا الفلسطينيين، فحبيبتي أنت عندك الضغط وهون على نفسك، كلنا زعلانين ومقهورين. وأنا قريت مقولة كده إمبارح يا جماعة والله العظيم مزعلاني جدا جدا. هتستغربوا اللبس اللي أنا لابسة دوت، مش عياء ولا حاجة، أنا لابسة اللبس دوت حداد على إخواتنا في غزة وولادي في غزة. فكل اللي أنا أقدر أقدمه لهم مش قادرة أقدم لهم حاجة، فاللي قدرت عليه إن أنا ألبس حداد عليهم، وربنا يهون عليكم يا رب. قريت معلومة امبارح بيقولوا المدارس في غزة، طبعا ده مش موضوع البرنامج، بس معلش برضو أنا ليا أصدقاء في كل البلاد، وكان من ضمنهم برضو في فلسطين وفي غزة بيتصلوا بيا، فأنا بس هو ده مش موضوعنا فعلا، بس أنا برضو حبيت إن أنا على الأقل أشارك بكلمتين لإخواتنا في غزة وولادي في غزة. فسمعت مقولة امبارح بتقول ايه بقى، ان المدارس قفلت في غزة لأجل غير مسمى. فردوا قالوا هي ما قفلتش لأجل غير مسمى، هو عشان الأطفال كلهم ماتوا وما فيش حد يروح المدارس. كلمة دي قطعت قلبي قوي والله العظيم، ما نمت طول الليل غير بقى الأحداث والفيديوهات اللي احنا بنتفرج عليها واللي احنا بنسمعها. فأنا اللي أنا أقدر عليه إن أنا ألبس حداد على حبايبي وولادي في غزة. وتاني حاجة ما اقدرش اقدم حاجة، اللي انا اقدر اقدمه الدعاء. وتالت حاجة ان انا معايا النهاردة الوشاح بتاع اخواتي وولادي في غزة. فكل اللي انا اقدر اقول لكم يا حبايبي انا بحضنكم وبحضن اي حاجة من ريحتكم، وبقول لكم حقكم عليا من امكم الحاجة ايمان، بقول لكم حقكم وربنا يصبركم وربنا يعينكم على اللي انتم فيه يا رب يا حبايبي. ونبتدي البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم كنت محضرة حاجات كتير جدا، بس للأسف أنا زعلانة جدا، والواحد مش أنا لوحدي، ده نص مصر، مصر كلها ما بتنامش. فربنا يا رب يعينهم على اللي هم فيه. قبل بقى طبعا عقبال ما يجي لنا اتصالات، لأن الميعاد كان طبعا كان متغير، عايزين نتكلم. جالنا اتصالات كتير جدا جدا عن الحلقة بتاعت المرة اللي فاتت اللي هي بتاعت القطط، جالنا اتصالات كتير جدا. يعني كل مدام ايمان اللي بيحلم بقطه ولا بيحلم بكلب يبقى كده في خيانه وجوزها بيخونها. انا ما قلتش الكلام ده خالص، انا قلت لما يجي لكم يا جماعه في الاحلام القطط وتخش على سريركم، بالذات لو كانت قطه صغيره، الواحد يحرص ويشوف مين اللي بيخش بيته ويبتدي يفكر كده ويبتدي يقنن من الناس اللي بتخش بيته ويقفل الباب عليه، لان الايام دي قلت القطط والكلاب هيزيدوا في ظل الغلا والاسعار المولعه. وقلنا الحلقات اللي فاتت والحلقه دي ايه علاقه الاسعار بالقطط، ما دام الاسعار غالت وزادت والناس مش قادره عليها يبقى كده القطط هتزيد والخيانه هتزيد. انا معيش فلوس اجيب حاجه، ولا انت معكيش فلوس هبتدي اخون واخون صاحبتي واخونها في جوزها واخونها في الماده. ما كانش في الماده يبقى في جوزها اي حاجه، ما دام الغلا. قلت الكلام ده من سنتين يبقى الموضوع. طيب اشوف الاتصال واكمل لكم. ايوه يا سماح، ازي حضرتك يا دكتور؟ انا في نعمه يا حبيبتي. انا اللي كلمت حضرتك الحلقه اللي قبل اللي فاتت. على راسي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. حضرتك بس ما سالتنيش في لما انا كلمت حضرتك، ما سالتنيش، فحضرتك قلت لي تفسير كده يعني مش صح، ما اقصدش كده حضرتك. انا قلت لحضرتك ان انا شفت بيت في مكان قديم ومهجور، ماشي، وجنبي مكان فيه زباله، ولقيت جلابيتين من بتوعي، ورحت نكشت عليهم الزباله، لقيت واحده تانية لونها اصفر، فرحت اخدتها قستها وطلع، قلت مش ايوه يا سماح سماح سماح، انا فاكراكي كويس. ومفيش أيوة. حاجه اسمها، اسمعيني بقى، ومفيش حاجه اسمها فسرتي غلط.
انا اصلا فسرت لك وفاكره التفسير وما بغيرش كلامي. انا يا ما حبيبتي حضرتك، طب اكمل لك بقى. اه حضرتك بتقولي لي انت تعرفي 3 رجاله لا انا ما قلتش وبتحكي، تعرفي، لا 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 قلت وانتي على لك. علاقه بثلاث رجاله. ما بص انا في برنامجي انا بخاف قوي من المشاكل وما بحبش اعمل مشاكل، وما قلتش على علاقه دي ابدا. والحلقه عندك وعايزه المشاهدين يراجعوا الحلقه اللي فاتت، قلت هتحصل لك مشكله بسبب 3، قلت كده كويس قوي انا ما بنساش، قلت هتحصل لك مشكله ويا سماح انت اللي بتدوري في الزباله وانت اللي بتجيبي المشاكل. هو ده تفسير ورموز الرؤيه، انما ما قلتش كلمه علاقه دي ابدا. اولا علشان المهنيه ما ينفعش، ثانيا ما بحبش اعمل مشاكل، ثالثا انت ست متجوزه فما ينفعش اقول العلاقه دي ابدا يا سماح. حضرتك كمان قلتي لي اسمك سامعاني عشان بس تفهم ولا مش شويه. سامعاني؟ كلمة انا سامعه علاقة، حضرتك. كلمة علاقة دي أنا ما قلتهاش ولا بقولها، حتى لو أنت متابعاني أي حاجة بسأل، لا إما تاخدي رقمي لا إما جوزك موجود ولا مش موجود، صح يا سماح؟ بعمل كده ولا ما بعملش؟ لا بصي حضرتك، قلتي لي آه انت كلمة علاقة انت دي أنا ما قلتهاش خالص. لي في 3 رجاله. قلت في مشاكل هتحصل بسبب 3 رجالة، وأنت اللي بتدوري وقلتي لي في الزبالة أنت حضرتك، اللي قلتي قلتي. لي في واحد آه راجل انت بتحكي اسرارك ليه. يا سلام، هو انا في حياتي ما فيش راجل، ما فيش اخويا، ما فيش زميلي، ما فيش، ايه المشكله يعني؟ ما حضرتك قلتي في واحد راجل بتحكي اسرارك ليه، اه وقلتي لي السكه دي اخرتها مش كويسه. والله انت قلتي رموزك وانا هو حضرتك بصي، هو اه حضرتك انا بصيت. فعلا عندي المشكله، وفعلا انا في 3 حضروا المشكله، فيه اخواتي، جوزي واخواتي الاثنين. كويس. انا كانت المشكله ما بيني وما بين مرات اخويا، ايوه ورحت حكيت لاخويا الثاني على المشكله، كويس. فتدخل جوزي. هو ايوه حضرتك انا قلت لو حضرتك سالتيني واستفسرتي مني، اه وحضرتك قلت التفسير صح، بس قلت لو حضرتك سالتيني واستفسرتي مني اي كنت عرفت حضرتك الراجل اللي انا بحكي له المشكله ده كان هو اخويا. لما لسه مرات اخويا يا سماح، محدش زعلتني. يقطع عليها يا جماعه. يا سماح حبيبتي، هو انا لسه نعم، قايله دلوقتي، هو انا لازم يبقى راجل في حياتي غريب؟ ما هو حضرتك هما 3. ما انا قلت 3، ما انا قلت يا حبيبتي مش لازم يكون ايوه، غريب، انا لسه ما قايله لك اعرفش ممكن يكون. حضرتك، مش عارفه حضرتك. انا اه قلت لحضرتك لو سالتني كنت انا جاوبت حضرتك لا وقلت لك ان ان من هما غير ما فعلا اسالك 3، يا لان هو الراجل حضرتك فعلا اللي قلت حضرتك بتحكي اسرارك ليه اه ده كان اخويا. لما مرات اخويا صح. زعلتني رحت حكيت له، اه واخويا جاب لي حقي في الوقت ده. طب والراجل الثاني استني ده يا كان سماح، اخويا. موحى نعم حبيبتي من نعم غير عصبيه، واحده واحده يعني، معنى تفسيري صح اهو ان كانت هو المشكله. حضرتك فسرت لي صح، بس حضرتك لا ايه، لا انت ما فهمتيني سالتنيش غلط مين هما الثلاث رجاله حبيبتي، بس حضرتك. كلمه علاقه دي استحاله، واتحداكي وهسيب لك تليفوني وابعتي لي ان انا قلت على علاقه، استحاله الحاجه ايمان تقول كده، استحاله اعمل مشاكل، لا هو استحاله. يا بصي انت حضرتك فهمتي والله غلط. العظيم انا ما اقصدش ان انا اقول لحضرتك حاجه تضايق لا يا حضرتك، بس حبيبتي لا ايه. لا، انا المهم ان انا قلت لك في مشكله وفيها 3 رجاله وطلع كلامي صح. سماح شكرا يا حبيبتي، الحمد لله ان انا وضحت لك، والحمد لله ان طلع تفسيري ورموزي صح. وعايزاك يا حبيبتي تتصلي بيا تاني، ويا ريتك لو على الهوا يا استاذ محمود اديها رقمي لو لسه ما قفلتش. انا يا جماعه لو حد متابعني وكل اصدقاء البرنامج عارفين ان انا من اولوياتي ان انا بقول لها انا ما بحبش اعمل مشاكل، واكتر الحالات لما الاقي الموضوع صعب اقول لها طب خدي تليفوني، لا اما بقول لها انما كلمه علاقه دي اتحدى اذا كنت قلتها استحاله ما قلتهاش. ويمكن حلقاتي كلها تلاقوني بقول لها ايه حد جنبك، طيب لو حد جنبك خدي رقمي، انما كلمه علاقه دي لا طبعا، لان دي فيها خراب بيوت ومش الحاجه ايمان اللي تعمل له كده. والحمد لله ان سماح اتصلت عشان ايه نوضح لبعض الكلام، ويا رب تكوني اقتنعتي وربنا ييسر لك الحال يا رب يا سماح. ايوه يا صفاء. ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشاني. ايوه صافي الحمد لله يا ايه يا حبيبتي، حبيبه قلبي، وحشاني يا حبيبتي. حبيبتي الحمد لله عامله على ايه؟ سلامتك الحمد الله لله. يسلمك. بس قبل ما اقول لك احلام، بس البنت اللي هي حضرتك اللي ما انجبتش دي، هي اللي شغلانه شويه، مين دي؟ اللي هي ما انجبتش لسه دي، اللي هي شغلانه حبه يعني، بتتحل بيها على طول. ايوه حبيبتي، ربنا ان شاء الله يجبرها يا باذن رب الله، يا رب يخليك يا ربنا حبيبتي. ففي يجبرها. يا رب، الجارت اللي في وشي حلمالها حلمين. جارتك؟ اللي اسمها صباح، ماشي قول. حلم اللي احنا رايحين في سوق هدوم، فبندور على مفارش، ها بنبص على مفارش وبندور على المفارس. ها فبتقول، بقول لها يا ام حماده، ما اسمها يعني، هي اسمها صباح بس انا بقول لها يا ام حماده، بقول لها المفرش ده هو، تعالي اساله عليه بكام عشان عمتها جايبه لها واحد زيه.
تعالي سألوا عليك كام؟ راح جايزة. طب انت مش هتشتريه؟ طب عمتها جايبه زيه للاسراء دي، فما دي مش مشكله. فقلت له انا عايز اسال الثمن كام؟ قال لي راح الراجل قال لنا ايه ب 400. راح قلت له لو انتوا عايزينه، هو اصلا من مبيعوه ب 400، لو انتوا عايزينه هدوك 300. وراح الثمن رد عليها، قلت له ده احنا ايه؟ قلت له ده احنا اشتريناه، ده احنا جايبينه يعني عمتها جايبه لها بس كده. انا شايفه يعني مش شايفه رموز قوي يا صباء يا صفاء، يعني الشراء حلو. انتوا اشتريته؟ لا هي رايحين نشتروا، الراجل قال لهم ده ب 400، بيسالوني على الثمن. يعني ما اشتريتوش؟ لا احنا مش، بس هي انا قلت لها ده عمتها جايبه لها شبهه بالظبط، مفرش في علبته. انا دي قلت الحلم دوت لبنتك اللي هي مش مخلفه، ربنا يجبرها باذن الله. يعني يا اشتريته رب. مفرش؟ اشتريته ولا ما لا اشتريتوش؟ انا رايحه نسال على الثمن، رايحه اسال على ثمنه بس عشان عمتها جايبه لها زيه. ربنا يجبرها ان شاء الله. انا معلش يا صفاء، انا مش شايفه عشان بس ما عطلكيش، انا مش شايفه طيب الحلم في رموز تستاهل. يعني للحلم التاني ايه؟ طيب ماشي. ماشي يا حمالها هي حبيبتي. برضو حلم تاني، اللي هي بتقول ايه ان شاء الله باذن الله بنتك لما بنتك ولدت يعني وجابت ولد، وراح ناس كتير راح لها السبوع بتاعها. مين اللي راح لها السبوع؟ حضرتي برضو دي حلمانها كده، اللي هي برضو عمتك مين اللي جابت راح ولد. لها السبوع؟ مين؟ ما ناس يعني قالت ناس ياما راح لها السبوع بتاعها، هي جايبه ولد وناس ياما راح لها السبوع بس. طب انا مش عايزه جارتك دي تحلم لكم تاني يا صفاء، عشان الولد نكد في الحلم، فانا مش عايزه جارتك تحلم لها حاجه. هي دي يعني ادغاص احلام الست دي بتحبكم، ويعني عايزه اي حاجه يعني ايه تفرح قلبكم بيها اللي ملاحظ كده من احلامها. فان شاء الله ربنا يجبر بنتك يا رب. وانا ملاحظه ان دي ادغاص احلام بس عشان انتوا موضوع بنتك ده في دماغكم شويه. شكرا يا صافيه. حد معانا يا محمود؟ طيب يا رب. طيب يا ريت والنبي معلش حد بس يبعت لي قلم، معلش عشان القلم خلص. اللهم صل على الرسول. معلش يا صفاء، انا شايفه الاحلام كلها دي مش احلام، دي اسمها اضغاث احلام، لان الحلم بيبقى ثلاثه، لا اما بتبشير، لا اما تنذير، لا اما اضغاث احلام. وانا او جارتي او اختي لما بكون بنفكر في موضوع او حاجه شغلانه بيجي لنا نفس الحلم على نفس المشكله اللي احنا فيها، وهي تقريبا يا عيني بتفكر في بنتك بتحبكم، ودي اضغاث احلام مش احلام. معلش يا صفاء، واول مره ما فسرت لكيش يا صوفي. كنا بنتكلم على اللهم صل على النبي. في جالي برضو النهارده وانا جايه في تفسير، يا حاجه انت بتتكلمي على طول على القطط وعلى الكلاب. طيب انا وبعدين انت بتقولي ان الكلاب بتبقى صديق وقلب عليك. طب انا تملي على طول بحلم بكلب صغير، يعني مش صديق ولا حاجه، هل الحلم او التفسير بيبقى هو هو ولا بيختلف؟ لا طبعا بيختلف، بيختلف كل وجزئي. ليه بقى؟ لما طب عايزه قلم لو سمحت. طيب عايزه قلم يا محمود. طيب ماشي. طب هنطلع فاصل عقبال ما يجيبوا لي قلم، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم بعد الفاصل، جالنا القلم اهو ومستنيه اتصالاتكم. طيب معايا الحاجه عايده وكلي موضوع الكلب. ايوه حاجه عايده. ايوه يا فندم. ايوه حبيبتي. بقول لحضرتك قولي لي عندي كام سنه الاول؟ انا عندي 50 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب. انا والدتي وابويا، يعني والدتي وابويا متوفيين الاثنين، الف رحمه ونور عليهم. حلمت ان ابويا قاعد جنبي وتعبان وبينزف من مراخيره دم وبقه. ايوه. والدتي بتيجي ليا ولاختي وناس من البلد. كويس. وتيجي زعلانه كده. يعني ايه وناس من البلد؟ يعني بيجي الناس من البلد في الحلم. يا حبيبتي. وتيجي لاختي وتيجي ليا. طب انتم مواظبين على الدعاء وبتروحوا تزوروها وبتعملوا صدقات؟ صراحه ربنا. ما هي زعلانه. وفي وصيه لابوكي ما اتحققتش يا حبيبتي. في وصيه قايلها لكم ما اتحققتش. دوروا شوفوا ناقص ايه والراجل ده طالب ايه، ويا ريت تعملوه يا عايده. طب والدم اللي نزل من ما انا بقول لك وصيه ما اتحققتش يا حبيبتي. وصيه. اما بقى عدم زيارتكم لامكم ديت اكيد بتجي لكم، يعني انتوا وحشينها. فيا ريت تزوروها، لان الميت يا جماعه. طب خلاص يا حاجه ثانيه يا مدام عايده؟ لا شكرا. طب اسمعيني من التلفزيون يا حبيبتي. يا جماعه احنا الميت ده مش
سوري في اللفظ، مش كلب بنرميه، مش جتة بنرميها وخلاص، الميت بيحس برضه، لدرجة الدعاء بيوصلوا على طبق من فضة، والميتين كمان بيغيروا من بعض. لما بيخش الدعاء بيخش على طبق من فضة وبيقولوا مين؟ فلان أو فلانة بنت فلان، ده جاي لك دعاء من بنتك، جاي لك دعاء من ابنك. فليه يا جماعة احنا نحرمهم؟ دي أقل حاجة، أقل حاجة الزيارة، أقل حاجة الصدقة، أقل حاجة الدعاء. ليه نحرم الناس ديت؟ ليه؟ حتى لو المكان بعيد أو المدفن بعيد، كل فترة كده نلم بعضنا كأخوات ونروح نزور الميت ده. يا جماعة الميت بيجي لنا زعلان وحزين، ودي حالته، دي حالته. والراجل اللي هو بينزف دوت يا حبيبتي، شوفوا وصيته إيه، ويا ريت تحققوا وصيته. وأقل حاجة إيه يا جماعة؟ ده إحنا والله العظيم تلاتة لو كل يوم في صلاة دعينا بس الميت هيوصله، وبيرفع كمان من درجته. ربنا يرحم امواتنا يا رب، واموات المسلمين بحق حبيبك المصطفى، ويرحم شهداء غزه يا رب. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبه؟ حبيبتي الحمد لله في نعمه. لو سمحت يمكن اقول حلمين او ثلاث. عندك كام سنه؟ انا 34. يعني متجوزه؟ لا. طب اسمك ايه؟ سميره. طب سميرة علي صوتك كده واظبطي معايا وقولي يا حبيبتي. أمريني. حاضر. أمريني. الله يخليك يا رب. حبيبتي. حلمت إني كنت ماشية كده في حتة كده في شجرة نبأ. في إيه؟ شجرة نبأ. أيوه أيوه. أي خدت منها نبأ دي، واتلتت منها يعني، لقيت غير خدشة كده، رحت خدتهم منهم. خدت منهم. رحت انا مرتاح فيها. انت ما سبقلكيش الجواز يا سميره؟ ما سبقلكيش الجواز؟ لا. خدتي ايه بقى من الشجره؟ خدت نبت. يعني بالعدد ولا خدتي ايه؟ لا خدش يعني، طلعت من النبت كده، لا ما مش بالعدد كده، يعني في يدي كده. كبشه يعني. ايوه. وبعدين؟ هم اللي فاضلين كده. وبعدين؟ انا بفتحها كده، رحت لقيت الدود طالع منها. لقيتي ايه؟ العربية دي، العربية. دود. عربية. خلاص انا فهمت. النبأ كده ماشي. اروح بقول لهم حتى بيقولوا لي انك محسوده، دايما غير محسوده، وبصيلك ومش عارفه ايه وكده. يا ريتك محسوده، ده انت معمول لك سحر يا حبيبتي. والله انت اصلا مش حاسه بتعب. معمول لي كانوا ها وكده. ايه؟ اي معمول لي وكده وهيك. لا واضح. كملي. ورحت ما اقول لهم ايوه، حتى بصيلي كل ما هني على طول يقولوا لي، حتى الناس بيقولوا لي محسوده وكده. لا انت معمول لي الدود في الاكل سحر على طول، ويا ريت تلحقي بقى تدوري، عشان يا حبيبتي 34 والعمر بيجري بيجري. ربنا يا رب يبخت لك وتكون الايام بس. لا الحمد لله اتخطبت يعني كده وهنا. ايه ايه؟ اتخطبت. طيب يا حبيبتي الف مبروك. بس حتى لو انت اتخطبتي برضه جيبي شيخ وتدوري يا حبيبتي، وتشفي شفاء تام. تمام ماشي يا حبيبتي. ماشي واحد تاني بس، انا حسيت ان امي ماشيه كده، اما اندى عليها. امك ربنا يديها الصحه. امك ربنا يديها الصحه موجوده؟ ايوه. ماشي قولي. رحت بقول ما اندى عليها يا امي، يما ما رضيتش ترد علي، وفي بحر قدامها، بقول لها اوعي احسن تمشي قدام البحر احسن تغرقي. هي وماشيه كده راح البحر، يعني ما فيش ميه قدامها. ورحت مشت وانا مشيت وراها. بس مش وقعت يعني في البحر ولا حاجه؟ ايه؟ وقعت؟ لا وقعتش. انا بقول لها هي مشت في الميه، كما اقول لها اوعي لا تمشي قدام خالص. دخلت في قلب الميه؟ دخلت في الميه؟ دخلت، بس هي بعد كده مشيت الميه، فيش ميه قدام. طب يا حبيبتي مامتك دلوقتي اليومين دول عندها شويه مشاكل؟ شويه برد كده وضغط وسكر والكلام ده. لا في مشاكل في الاسره؟ مشاكل؟ طب يا حبيبتي اسمعيني من التلفزيون. لا غيرها. ماشي يا حبيبتي. اولا يا جماعه قلنا في حلقه السحر والحسد، لو حد فاكرها، قلنا بدايم الاكل ظهر في دود، في شعر، في دبابيس، يبقى الست دي معمول لها سحر على طول. لو انتوا فاكرين الحلقه ديت او هاتوها على اليوتيوب تشوفوا ان كلامي ما بيتغيرش. فهي بدام شافت النبق يا حبيبتي، النبق ده برضو معروف ان الناس بيجيبوا تقريبا ورق النبق دوت بيعملوا بيه الكلام دوت، وشافت في دود يعني معمول لها سحر. بس انا شايفه الحمد لله بدام هي اتخطبت
على عيني وعلى راسي، ربنا ما يغير عليها وربنا يتملها على خير، بس برضو تدور وتشفي. وقلنا قبل كده نجيب شيخ ويقرا لها على ميه وتشرب وترجع السحر اللي اتعمل لها ده، عشان الموضوع هيتم وان شاء الله يتم على خير يا رب. اما امك بقى والبحر، البحر ده يا جماعه بيبقى حياتنا، وما دام انت عماله تندهلها وما بتردش عليكي، يعني الست دي الله يقويها على مشاكلها. سالتك يا سمير عندها مشاكل يومين دول، قلت اه ما هو البحر ده حياتنا، ولو هاج علينا البحر يعني الدنيا ايه هيجي علينا والمشاكل كتير، بس هي داخله ولا سامعاكي، الدنيا اصلا واخداها والمشاكل واخداها، الله يقويها يا رب على هي فيه ويشفيها بحق جاي النبي يا سميرة. طيب معانا اتصال، امينه. الو 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 حبيبتي، ازي حضرتك يا حبيبتي؟ انا في نعمه يا حبيبتي، الله يكرمك. اتفضلي. انا بحلم احلام هي الحمد لله مش وحشه. المهم عندك كام سنه؟ انا عندي 23. ايه ايه حالتك؟ حالتك يا امينه؟ انا متجوزه ومعايا بنوته. طب يا ها قولي. حلمت بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام، بس انا ما شفتوش، يعني انا شايفه الناس كلها بتجري وراه بس انا ما لحقتوش. طب انت متابعاني يا امينه؟ متابعة حضرتك والله، بس الايام اللي فاتت يعني كان عندي ظروف وما عرفتش اتفرج عليكي. ولا يهمك، انا اتكلمت عن الرسول كتير قوي قوي، والحمد لله ان الحلم دوت عشان اتكلم عليه باستفاضه. قولي يا حبيبتي. عليه الصلاه والسلام. قولي يا حبيبتي. الحلم ده كان من 3 شهور ماشي تقريبا. ماشي. تاني حلم يعني بعديها بشهرين كده ولا حاجه، حلمت بسيدنا يوسف. سيدنا يوسف. انا ماشي. شفت النور. مين ظلمك يا امينه؟ مين ظلمك؟ مين ظلمني؟ اه. البذل كتير وحسابه عند ربنا. ماشي يا حبيبتي كملي. شفت النور بتاع سيدنا يوسف. اخر حلم بقى انا حلمته اول امبارح، شفت المقام بتاع سيدنا الحسين. الله. انا دخلت من الباب وعايزه ادعي دعوه او عايزه اقول حاجه، بس كان في ست قاعده. ست شكلها ايه؟ ست مليانه كده وقاعده على كرسي زي الناس اللي بيقعدوا هناك، زي الناس كويس. اللي بيقعدوا في الامام. المهم قاعده على كرسي قاعده يعني. ماشي. فانا عايزه ادعي دعوه ومش عايزه حد يسمعني، بس ربنا عارف ايه اللي في قلبي. ماشي. او يعني انا عايزاه مثلا يسامحني في حاجه او عايزه اطلب منه حاجه. ماشي. بس انا ما نطقتش في الحلم. ماشي. قعدت اتامل في المقام وقعدت جنبه وبعد كده صحيت. ماشي. طب انت قريبه للمسجد يعني ممكن تزوريه؟ قريبه منه. طب يا ريت تزوري، ايه المانع يعني؟ ما دام انت جواكي زعل يا حبيبتي، اصل الحلم دوت يعني 90% منه نفسي، او حاسه لو انت رحتي الاماكن اللي فيها روحانيات دول ربنا هيجبرك ويكون لك دعاء مستجاب، ليه ما بتروحيش؟ والله بصي يعني انا جيت في مره دعيت، بس هي كانت مره وحيده. دعيت والدعوه استجابت. طيب دعيتي على حد يعني؟ لا ما دعيتش على حد. مال ايه؟ كانت دعوة لي انا. طيب الحمد لله. الحمد لله. بس يعني اللي بيبعدني والله هو ظروف، يعني انا ببقى عايزه اروح وكل حاجه بس بتبقى ظروف. امبارح انا حلمت بقى، فانا قلت الحلم ده لحد. اللي هو بتاع سيدنا الحسين؟ بتاع سيدنا. قال لك ايه بقى لحد؟ ما هو بص لي وسكت. فانا يعني انا قلت لماما، فماما قالت لي ما تقوليش لحد، فانا يعني انا قلت. يعني حسيتي لما هو سكت حسيتي بايه؟ حسيت بزعل. ولا زعل ولا حاجه، ده ابن بنت الرسول يعني. لا يا بخته. انا حسيت بزعل للي انا حكيته له. للي انا حكيته له حسيت ان هو زعل. لا هو بس سوري في اللفظ، هو مش فاهم تفسير الحلم ممكن. فانا حبيبتي امبارح بقى، معلش معلش ماشي قولي امين. اخر حلم معلش. قولي امين. امبارح بقى انا حلمت بكلاب. كويس. بتجري ورايا. كويس. فانا فين واقفه. استني يا امينه، بتجري وراكي فين؟ بتجري ورايا يعني، انا واقفه في مكان وهم بيجري. يعني المكان ده انت مش عارفاه؟ لا المكان ده شارع انا عارفاه بس ما بروحوش كتير. يعني انت عارفاه كنت بتروحي قبل كده؟ كويس ماشي. فالكلاب دي يعني انا وبنتي، انا واقفه انا وبنتي والكلاب دي. بنتك عندها كام سنه؟ انا بنتي ظنون عندها 3 سنين. طب اعملي لها حاجه لاهل الله وهقول لك ليه، كملي وبعدين. فالكلاب دي انا وقفت، انا يعني في الحقيقه انا بخاف منهم. ماشي. فانا في الحلم خايفه منهم بس مبينه لهم ان انا مش خايفه. ماشي.
يعني انا مبينه وانا مش خايفه، يعني كلهم بيجروا وانا واقفه وانا وبنتي في النص كده، وبيجروا حواليا مستنيين ان انا اهمس او اجري او اعمل اي حاجه. كويس. ففي حد من بعيد بيقول لي لو جريتي هيجري هيجروا وراكي. وراكي، لو جريت هيجروا وراكي وهيعرفوا ان انت بتخافي. انت عارفه معنى الكلاب دي ايه يا حبيبتي يا امينه في الحلم؟ اعداء. لا مش اعداء، دول كانوا قريبين ليكي، ناس قريبه ليكي، وحصل بينك وبينهم خصومه وابتدوا يقلبوا عليكي. ايوه صح كلامي صح؟ صح. عشان الناس اللي بتقول كلام غير، انا بقول لك اهو على الهوا قبل ما تقفلي، الكلاب معناها كان انت في خصومه مع حد، ولسه بقول لك في اول الحلم احلامك معناها ان انت اتظلمتي، والناس ديت اصلا يا حبيبتي بدل بيستنوكي وبيجروا وراكي معناها مش هيسيبوكي، فحرصي منهم. وقلت الحلقه اللي فاتت يا امينه الكلاب هنا اصحاب، او حد كان قريب ليكي قوي وقلب عليكي. كملي حلمك. هو الحلم كده خلاص، فانا عايز اعرف من حضرتك الاحلام اللي انا بحلم بيها، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه وسيدنا والسلام يوسف والحاجات الكويسه دي معناها ايه، او اعمل ايه، او عيني. لو في حاجه مطلوبه مني اعملها. بس طيب اسمعيني من التلفزيون يا حبيبتي. ماشي. بصي يا امينه، معنى الاول خلينا في سيدنا الحسين، طبعا لازم من عباده الرسول وابن بنته، لما بتيجي ما بيجوش لاي حد، الناس دي ما بتجيش غير، والكلام ده على مسؤوليتي، غير بتذكره حضور. يعني ايه تذكره حضور؟ انا عن نفسي يعني ساكنه في حته برضو شعبيه كانت قريبه لسيدنا علي زين العابدين، وعمري في حياتي ما روحته، بس كنت اسمع عليه. ففي صديق قال لي انت ما رحتيش زرتي سيدي علي؟ قلت له لا والله، يعني انا اسمع عليه عمري ما رحت. قال لي كتبت لك. الراجل ده طبعا راجل من الناس اللي هم بيزوروا اهل البيت، وراجل محترم قوي قوي، ربنا يديله الصحه يا رب، وباخد كلامه ثقه. فقال لي معنى ان انا اتكلمت دلوقتي قصادك واتكلمت على سيدنا علي زين العابدين وقلت لك المكان هناك، وفي هناك يا رب الناس تزوره، في باب السر هناك من اجمل الاماكن، وفيها باب السر ده يا جماعه انا بقول لكم عشان الناس تروح تزور اهل البيت دوت، او اي حد غير سيدنا علي وسيدنا الحسين والناس دي. عرفت ان باب السر ده من في الدعاء في المستجاب. وفعلا اول ما اتكلم عليا معايا عن سيدي علي، كنت تاني يوم على طول الصبح الساعه يا دوبك 7 الصبح 8 كنت هناك، وصليت هناك الصبح وقعدت لغايه صلاه الظهر. دي معناها عرفت بعد كده من شيوخ ان بدايم سيدنا علي زين العابدين او سيدنا الحسين او الناس دي حد اتكلم قصادك او حلمت بيهم، دي معناها تاشير الدخول لآل البيت للمسجد، ان الناس دي طلبتك. مش اي حد بيخش المكان ده، المكان ده ما بيخشوش غير الناس الطيبين، الناس اللي هم مظلومين. انا شايفاك يا امينه ان انت فعلا في حد ظلمك، وده الحلم بتاع سيدنا الحسين. ولو جالك الوقت يا حبيبتي فرصه ان انت تروحي تزوري، في دعاء مستجاب، وانت بتقولي ادعي الدعاء بتاعك بيبقى مستجاب، حد يطول الكلام دوت. بدم رحت مكان، وانا دعيت انا عن نفسي رحت مكان اسمه سيدي الحنفي، انا بقول دي دعوه بقى للناس حبايبي اللي هم في مصر. سيدي الحنفي ده في برضه مكان هناك للدعاء المستجاب، وربنا استجاب لدعائي الحمد لله. كانت امنيتي ان انا اروح اشوف الرسول وربنا كتبها لي 3 مرات، والرابعه اللي جايه ان شاء الله قريب. فان شاء الله في اماكن في مصر قال البيت اماكن حلوه قوي، انت تروحي نفسيتك بترتاح، وفيها فعلا مكان كلامك مظبوط للدعاء المستجاب او الادعيه اللي انت بتقوليها بتتحقق، كلام مظبوط. ده بالنسبه لسيدنا الحسين. اما بقى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، شفتيه جالك، شفتيه نور، شفتيه النعش، شفتيه باي حاجه، دي معناها ان انت في المستقبل ليك زياره اللهم صل على النبي للحرمين باذن الله، لمكه والمدينه باذن الله. الرسول ما يجيش لحد يا جماعه غير للموعودين مش للحسابين اللي بيحسبوها، ونطلع ونعمل، ربنا ممكن يعطلك الدنيا كلها ما تطلعيش. حتى لو حاجزه تذكره الطيران ومش مكتوبه لك ومش موعوده، هيوقف لك اي حاجه، هيحصل لك مشكله تقف، الشركه هيحصل فيها حاجة. المهم هيحصل وقف، مش هتسافري، دي للموعدين، وان شاء الله باذن الله. بدام الرسول جالك على اي هيئه، مش انت بس، اي حد يا جماعه الرسول بيجيله عليه الصلاه والسلام باي شكل، معناها ليك سفريه وليك تاشير ده انا قلتها في كل الحلقات، وليك ان شاء الله سفريه وليك زياره للرسول عليه الصلاه والسلام. اكمل لها بس الحته ديت. اللهم صل على النبي. انت قلتي ايه تاني يا حبيبتي؟ قلتي الكلاب بقى خلي بالك
لان ده من اخطر كل الاحلام اللي شفتيها ديت. ابو سيدنا يوسف طبعا اي حد بيجي له سيدنا يوسف معناها ان هو مظلوم من اقرب الناس ليه. انا مش عايزه اقول لك اخواتك عشان انا ما بحبش اعمل مشاكل، بس بيبقى مظلوم من اقرب الناس ليه. اما الكلاب حراسي، قلنا 100 مره الكلاب ديت، وانا سالتك على الهوا قلت لك كان في خصومه وقلبوا عليكي، قلت فدي الكلاب بيبقى خصومه وقلبوا عليكي وحاطينك في دماغهم. ربنا يستر عليكي وعلى بنتك يا رب. وعايزه اسمع صوتك تاني يا امينه. مين معانا؟ ايوه يا دينا. الو الو، ازي حضرتك يا حاج؟ انا في نعمه يا حبيبه قلبي. عم ايه، مبسوطه ان انا بكلم حضرتك. وانا مبسوطه اكتر والله. ربنا يخليك. كان عندي حلمين كده قبل ما. عايزه حلمين؟ عندي كام سنه؟ عندي 24 سنه. كملي. ها خش. انا حلمت ان انا واحده يا دينا. يا دينا 24 مخروطه. يا دينا دينا. نعم. 24 سنه مخطوبه ولا متجوزه؟ لا متجوزه. طب قولي على طول كده عشان يا حبيبتي ايه افصل لك صح. قولي حلمك. حلمت ان انا وواحده جارتي بنعمل مخروطه ومبروم. ايه بقى المخروطه والمبروم دي؟ مش عارفاها. ماشي. انا مش عارفاها. في حلم تاني حلمت. طب استنى بس، استني بس يا حبيبتي فسري لي معلش يعني ايه المخروطه والمبروم. انا والله ما اعرف عشان افسر لك صح. يعني جيب عجين ولا ايه؟ عاجين كده وعمالين انا وياها عمالين نعمله مخروطه ومبروك. طب انت علاقتك ايه بجارتك دي؟ علاقه حلوه يعني مفيش حاجه. متاكده؟ اه. هو المبروم ده ولا المخروطه دي عجين ولا حاجه مستويه؟ لا هما كان عجين عمالين نعمله فيه عجين. ماشي. حلمك ايه تاني؟ اللي بيتعمل في السبوع ومخروط. ماشي. الحلم التاني ايه؟ والحلم التاني حلمت بوالدي اللي هو جاي لي في الحلم. والدي ده متوفي. كويس. وان هو زعلان من والدتي ان بيقول لي ان والدتي حامل من واحد اسمه انور. وحلمت برضو حلم تاني. طب استني بس واحده واحده كده. مامتك موجوده ربنا يديها الصحه صح؟ اه. بس هي اليومين دول في كرب صح؟ في كرب ازاي؟ في زعل. يعني مش زعل زعل يعني. هو الحمل يا حبيبتي يعني حمل كلام، مش معنى بيقول لك ان هي حامل تبقى حامل حقيقي، لا ده بيبقى كلام وزعل. كملي. ان هو حامل من واحد اسمه انور. ماشي. وهي قبل كده من يومين كده كانت حالمه برضو ان هي حامل وعامله حمل مجهري. عامله ايه؟ حمل مجهري. مامتك عندها كام سنه؟ مامتي عندها حاجه و40 سنه. يعني هي متجوزه واحد دلوقتي؟ لا. ارمله؟ ارمله. امال ليه بتحلم بحقن مجاري والحاجات اللي فيها خلفه دي؟ علشان انا ما خلفتش وكده. يا حبيبتي. فهي حلمت ان هي بتعمل حقن مجاري. فهمت. ان هي خلفت بنت. ماشي ماشي. ايوه معاكي يا دينا. يعني انت ليكي عمليه واضح كده من الحلم حبيبتي يا دينا. نعم. واضح ان انت ليكي عمليه. عمليه انا دلوقتي حامل. مبروك. حامل بعد حقني ولا ايه؟ لا حامل عادي بس انا حامل واجهاض على طول يعني. بس ايه؟ حامل واجهاض. اجهاض؟ بنحمل ونسقط على طول. لا ان شاء الله المره دي ربنا يثبتك باذن الله. وحلمت برضو قبل كده حلم صغير معلش. قولي يا حبيبتي. ان انا بكلم خالي على السلم وخالي بيقول لي ان انت كسرتي الكوبايات. فقلت له والله يا خالي انا ما كسرت كوبايات. فروحت مكان كده لخالتي وقلت لها ايه تعالي انا عايزاكي، تحسي ان خالتي كانت عماله تعمل تحت من بتاع العين. فقلت لها تعالي عشان انا لو وقفت كمان شويه هنطرشق من الكلام. ماشي يا حبيبتي. فجيت وانا عماله اقول له انا ما كسرتش الكوبايات، فجدي متوفي. فقال له على فكره هي ما كسرتش الكوبايات، ده بنتك بتجدي. انا فهمت الرموز يا دينا. اسمعيني من التلفزيون يا حبيبتي. ايه خلاص انا فهمت الرموز. اسمعيني من التلفزيون. شرفتيني يا دينا. الحلم بتاعها اضغاث احلام لمامتها طبعا. حقن مجهري ومش عارفه ايه الاحداث اللي انتوا فيها والرغي اللي انتوا فيها وموضوع الحمل، والحمد لله ربنا يكمل لك على خير. بس كلمه كسرتي الكوبايات ديت يعني حد بيتهمك ان انت قبل كده انت سبب في سقوطك، لان الكوبايات دي العيال، عشان دي معلومه اول مره
الله اعلم انا قلتها قبل كده ولا حد يسمعها ولا لا. الكوبايات يا جماعه الولاد، ومعنى حد بيقول لك كسرت الكوبايات يعني معناها ان انت ما بتحافظيش، الله اعلم بقى اهل جوزك ولا ايه، معناها ان انت ما بتحافظيش على نفسك وانت اللي سبب في السقوط، فربنا المره دي ان شاء الله يكمل لك على خير. اما مامتك بقى والحمل كل ده يا جماعه، لما تيجي واحده حامل في الحلم وهي اصلا مش حامل، ده ما يبقاش حمل عشان ابوها بيقول لك دي حامل من فلان، معنى ان هو حامل من فلان ومش فلان، يعني كل الاسامي دي اللي في الحلم في زعل او غير الحلم في زعل من ناس معينه. ده بالنسبه لامك، يعني امك يا حبيبتي مش معنى ان هو بيقول لها انت حامل من فلان يعني معناه ان حامل منه، لا، حامله منه كلام، حامله منه زعل. اما حد يقول لك يا جماعه انت في، او بيتهمه ان هي حامل من فلان او خد في الاعراض، معناها ان هي معرضه لكلام من بعض الاشخاص، والله اعلم. حد معانا؟ ايوه هاله. هاله السلام عليكم. عليكم السلام. بحبك قوي والله حبيبتي. الله يخليك حبيبتي، نورتيني. انا معايا كذا حلم بس هقول اثنين يعني عشان الوقت. كم سنه الاول يا هاله؟ كم سنه الاول؟ عندي 35. متجوزه طبعا؟ اه متجوزه. معاكي ولاد؟ لا الحمد لله. ربنا يبارك لك في صحتك يا حبيبتي. امين يا رب، امين يا رب. يعني انت جوزك معاكي؟ جوزك معاكي يا هاله؟ انا كنت ارمله وحاليا جوزي معايا. يا حبيبتي. يعني جوزي الجديد ان انا جيت كم شهر و... يعني حاجه كده هتروح لحالها ان شاء الله. ليه؟ يعني انت بتكسلي بيت بشريني؟ لا لا والله هي حكايه كده يعني. يعني انت هتسيبيه تاني؟ ان شاء الله. طب قولي حلمك، يمكن ابشرك بحاجه كويسه. قولي حلمك يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي. قولي. انا حلمة ان انا حطيت القايمه تحت في الشنطه واتكبت عليها ميه وقعدت اقول يعني القايمه خلاص بايظ وما اعرفش ايه. الحلم ده بقى له قد ايه؟ ده من 3 4 ايام. طيب. بس عندي احلام ثانيه قديمه يعني. لا بس قولي الحلم بتاع القايمه ده. بس خلاص كده يعني. حطيتيه بقى. ثبت عليها الميه. ماشي. ثبت عليها الميه. ماشي. بس في حلم تاني جديد يعني، احلام قديمه كتير. بس انا هنقول لك حلم يعني. المهم الحلم اللي هو بتاع جوزي المتوفي ده، اللي هو ان احنا قاعدين في مكان، انا قاعده مع اثنين. ده جوزك اللي هو الله يرحمه. اثنين ما اعرفهمش. كويس. ومشغلين جهاز كمبيوتر. لا لا قولي من الاول كده، قولي من الاول. كنا قاعدين في اوضه. والاوضه يعني مضويه وفي اثنين غرفه. الاوضه ايه؟ الاوضه ايه؟ ضلمه ضلمه ضلمه. لا الاوضه منوره. امال ايه اللي ضلمه؟ في مكان قدام الاوضه يعني ضلمه. الاثنين اللي انت قاعده معاهم دول تعرفيهم؟ لا ما اعرفهمش، هم راجل وست. كويس. بس فبص لقيت جوزي ده جاي لابس. جوزك اللي هو توفى؟ اللي متوفي ده. فهو جاي بيقول لي يلا بينا. قلت له لا يا عمي انا اروح فين دلوقتي، انا خايفه والدنيا ضلمه. فهو شكله غريب كده وباصص له بزعل. بس فبقول لي يلا. قلت له يا عمي انا ما انا خايفه ما اقدرش اجي معاك دلوقتي، تعالى لي في النهار انا وانا هروح معاك. عايز ياخدك ليه يا هلا؟ انت لسه صغيره. لسه صغيره يا هاله. طب يا ريت هو اللي قاعد يعني، انا ما كنتش يعني. يا حبيبتي معلش. الحمد ربنا لله. يصلح لك حالك يا رب. امين يا رب. ربنا يصلح لك حالك. ممكن نجيب حل ثاني ولا؟ استني بس يا هاله، بعد ما رحتيش معاه. ماشي. يعني كم يا هاله؟ لا لا خوف. نعم. خفتي ما رحتيش معاه؟ لا لا خفت، انا قلت له تعالى بالنهار. عشان انا خايفه. ماشي. فراح مشي. ماشي. بس مش عارفه والله. وحلم تاني انا كل شويه لقيت بيت ابويا يعني ايه، في اثنين برضو انا ما اعرفهمش، المفروض مرت اخويا واخويا. رحت قالوا لي انت جايه ليه؟ انت واحده يعني في بيت ابويا انت؟ لقيت يعني حاجات متكسره وما عرفت ايه، فرحت معايا اكياس مشيت بيها وجات رجليا تغرس في التراب. بس احنا ما عندناش تراب يعني في الحقيقه. يعني الشقه اللي انت رحتيها فيها تراب؟ لا في الشارع. الشقه اللي هو بيت ابويا في اثنين. رجلك جت في التراب يعني؟ في التراب. شارع مليان تراب
بس هو مش شارعنا يعني. ماشي خلاص. ونبص في رجلي ما لقيتش الشبشب، نرجع نجيبه. الشبشب ما لقيتوش؟ في رجلي. انت هتطلعي. هتطلعي يا هاله لكن عشان ترتاح. بس ده يعني حلم جديد خالص ده. ماشي. الحمد لله والله على كل حال. بس اهدي شويه كده، ربنا ما يغير عليكي تاني. تعبانه والله. لا لا. طب الحلم بتاع الشبشب اللي ضاع ده بقى له قد ايه؟ لا ده من زمان خالص. قبل ما جوزك يموت يعني؟ لا قبل. طب انا في الاول كنت احلمه في المقابر، وانا ما كنتش عارفه ان هو مقابر يعني. ما يا حبيبتي ماشي، اسمعيني من التلفزيون يا حبيبتي. ماشي. اسمعيني من التلفزيون. اولا انا بس هقولها سريعه عشان التليفونات اللي عندي ديت، هي حلمه التراب وشبشب ضاع دوت بحلم قديم قوي قبل ما جوزها، التراب دي يعني المدافن، انما تختلف التراب لو في شقه، التراب في الشقه يختلف نهائي، ده معناها فلوس ورزق من حيث لا تعلم، على قد كميه التراب على قد الرزق اللي كان هيجي لها، انما في شارع وفي مكان غير معلوم زي اللي هاله شافته وشبشبها ضاع، ما كانتش يا حبيبتي تعرف ان دوت وفاه جوزها، شبشب ضاع، يعني انا سالتها الحلم ده قبل ما جوزك يموت قالت اه، فمعناها ان ايه حبيبتي ما كانتش تعرف ان التراب والشبشب ضاع، فده معناها وفاه جوزها الله يرحمه ويسامحه. اما القايمه بقى اللي جه نزل عليها ميه ديت، يعني معناتها موضوع الطلاق هيطول شويه، انما لو ما جاش عليها ميه يعني موضوع اوراقها جاهزه، انما الميه بتمسح الكتابه، بتمسح الكلام، يعني معناتها الموضوع لسه فيه كلام. كويس؟ اما ايه تاني؟ اللهم صل على الرسول. بس موضوعك لسه وهي في هم وزعل ومشاكل، وربنا يا رب يفك كربك يا رب يا هاله وما يغير عليك يا رب. ايوه يا نوره. مروه 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 مروه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه معاكي. ايه يا حبيبتي؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا في نعمه يا حبيبتي. يا رب دايما. حبيبتي. ما عندي حلم. عندي كام سنه؟ فضلكم. عندي كام؟ انا عندي 21 سنه. كام؟ 21. مخطوبة؟ مخطوبة؟ ايوه. طيب علي صوتك كده كويس؟ ايوه قول يا بت خلصي. انا من فترة كده لما اتجوزت خطيبي. ان انت ايه؟ واحنا في فرح اتجوزت خطيبي. كويس. ولا احنا في فرح ودوشة بس انا مش سامعة صوتها. يعني ايه دوشة؟ طبل وزمر وكده؟ بس انا مش سامعة اي صوت، يعني في فرح بس انا مش سامعة صوتها. ماشي. شايفة بس؟ شايفة الهيصة؟ شايفة بس. ماشي. وتاني يوم اخته بتوريني الصور بتاعت فرحي وكده، واللي انا لابسه الفستان، بقول لها انا امتى رحت الكوافير وامتى ده كله حصل، وانا ما كنتش عايزه اروح الكوافير دلوقتي. ده في الحلم برضو؟ ايوه. يعني كل اللي انا شفته بقول امتى ده حصل. كويس. عايزه اقول لك على حاجه يا مروه. انت بتعاني من حواليك شويه ناس للاسف منافقين. ايوه طبعا. واضح او الصور يا حبيبتي في الحلم معناها النفاق والحسد والزعل، وللاسف الناس اللي بتضحك في وشك حاسدينك ومنافقين. حراسي يا حبيبتي كملي. بس هو ده اللي حصل. طيب بعد الحلم بتاع الفرح ده حصل اي زعل ولا حاجه؟ ايوه حصل زعل قليل. طيب ماشي. اسمعيني. معلش بس عندي حلم تاني. طب قولي. في واحدة هنا هتكلمك هتقولها لك. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. معاكي شيماء عصابوط. معاكي مين؟ شيماء. عندي كام سنة يا شيماء؟ أنا كنت متجوزة بعد ما عندي 22 ومطلقة. طيب ربنا إن شاء الله يعوضك خير يا حبيبتي، قولي حلو. إن شاء الله يا رب. قولي حلو. بصي أنا يا فندم حلمت إن أنا شايلة حلق. شايلة إيه؟ شايلة حلق، شلت حلق من وداني وسلسلة. هو انت معاكي عيال يا شيماء؟ معاكي عيال؟ كانت معايا وبت وتوفت. يا حبيبتي ما شيل الحلق ده. ماشي. وشايف كده وحلمت ان انا رايحة المحامي الكبير، واول ما خشيت عليه كده بقول له خد لي حقي من جوز اللي هو ظلمني بس. وبعدين؟ وكنت خايفة ان انا اخش عنده. ان ايه؟ ارتحت راحه نفسيه وبطلني بطمع وعمل لي نجمه في وشي وقال لي يجعل ويفضل في مصيري. عمل لك ايه في وشك؟ نجمه على الحيطه. نجمه على الحيطه؟ مين اللي عملها لك؟ اللي عملها لي اللي هو اللي انا رايحه اشتكي له، هو زي مأذون زي قاضي حاجه زي كده. ربنا يكتب لك الخير يا رب ويرجع لك حقك يا حبيبتي.
ان شاء الله. ربنا يكتب لك حقك. ويا فندم وحلمت انا. النجمه دي كانت في وشك ولا كانت على الحيطه؟ لا كانت على الحيطه. كويس. ويا فندم كمان شبه يخليك تعرف. قولي يا فندم. سامعاكي يا شيماء، قولي يا حبيبتي. وحلمت ان انا والده وابني، بس ما شفتش عيل ان انا شايلاه ابني او بنتي. ماشي. شفته واقف في الارض وانا فاتحه قيصري. وحلمت واحده بتديني ورد كفاروله وفي بلح. البلح واحده مديكي ايه؟ ورد كفاروله. وهي ورد فرخه. ورد فرخه. وبلح. طب ده رزق جاي لك اهو يا شوشو. شكرا يا حبيبتي، رزق جاي لك اهو يا حبيبتي. ربنا يعوضك خير يا رب يا حبيبتي. والبلح دوت معناها البلح طبعا بيبقى رزق. ليه بقى؟ لان البلح ده بيبقى رزق طول السنه مش ايام معينه بس، انما لو كانت اي فاكهه تاني هشوف اذا كانت موجوده الايام دي ولا مش موجوده، كنت بالتالي هفسر الحلم على وجود الفاكهه او الموسم بتاعها. انما البلح يا جماعه طول السنه موجود. لو ما كانش بلح ناشف، بلح احمر، ما كانش احمر اصفر، ما كانش ده كله. العجوه طبعا موجوده كل سنه. العلب دلوقتي بتاعت البلح بتتباع في اي حته طول السنه. معناها يا حبيبتي يا شيماء ان شاء الله ربنا هيعوضك خير، وباذن الله باذن الله في رزق جاي لك السنه دي من حيث لا تعلمي. اما الولد اللي انت ولدتيه وقع على الارض، ده معناها هم وهيزاح من عليكي ومشاكل وهتفوقي منها. كفايه ان انت خدتي نجمه اهي وبنت للناس على الحيطه، يعني انت خدتي باذن الله حقك راجع لك. والنجمه دي مش اي حد ياخدها، النجمه دي للمنصورين. وانت باذن الله يا شيماء ربنا هينصرك على من يعاديكي. انت لسه صغيره يا حبيبتي واتظلمتي، وربنا باذن الله ينصرك على من يعاديكي. والنصره جايه السنه دي ما دام البلح ظهر، رزق ونصره من عند ربنا باذن الله. اللهم صل على النبي. اما بقى مروه سريعا كده، ان شاء الله انا شايفه صور حراسي يا مروه، حرسي من الناس المنافقين اللي حواليكي والغيره والحسد، وشكلهم كده اقرب الناس ليكي. وبدام حصل لمشكله بعد الفرح والزيته والزنبليطه، يبقى خلاص خد الشر وراح وربنا معاكم يا حبايبي. وبصراحه كان نفسي اقعد معاكم وقت اكبر من كده، الوقت معاكم بيجري بسرعه جدا جدا جدا. يا رب اكون وصلت المعلومه صح، واكون كنت خفيفه على قلبكم النهارده. وعايزه اقول لسماح يا حبيبتي يا مستنيه اتصالك تاني، ويا رب اكون وصلت لك نيتي تمام، لانك انت صديقتي البرنامج وما ينش عليا زعلك. وبقول لكم ايه، تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.